لو لسه لحد الآن مش عارفة ازاي تعملي روتين لبشرتك رغم كل الفيديوهات اللي انا نزلتها والبوستات والستوريز اللي انا اتكلمت فيها عن روتين البشرة، فانا دلوقتي هوريكي خطوة بخطوة ازاي تعملي روتين لبشرتك بطريقة صح، ايه هي الاساسيات اللي انت المفروض تستخدميها، وازاي بشرتك بقى تكون حلوة من غير ما تستخدمي مليون منتج على بشرتك. بصوا انا اصلا يعتبر مش حاطة ميك اب، فهي ماسكارا بس، نحط الميك اب ريموفر، بنحط القطن على عينينا بحركات دائرية خفيفة جدا علشان رموشنا ما تتقطعش، وبتلاقوا بعدها الماسكارا كلها طلعت. طيب الخطوة اللي انا بعملها دي خطوة الميك اب ريموفر، دي انا بالنسبة لي خطوة مهمة عشان انا بحط دايما ماسكارا. اول خطوة المفروض اساسية في الروتين بتاع بشرتنا ان احنا نغسل بشرتنا بالغسول بتاعنا، وكنت منزل لكم فيديو فيه تقريبا 20 غسول، وقلت لكم في اخر الفيديو ازاي تستخدموا الغسول بطريقة صح عشان تلاقوا منه افضل نتيجة، فاللي لسه ما شافش الفيديو ده يروح يشوفه. بس سريعا كده، المفروض بحط الغسول اول حاجة على بشرة تكون مندية، بعمل مساج بحركات دائرية لمدة 30 ثانية اقل حاجة. طيب انا بستخدم الغسول كم مرة في اليوم؟ انا كبشرة دهنية بستخدم الغسول مرتين في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل. اما الناس اللي بشرتهم جافه فممكن نستغنى عن خطوه ان احنا نغسل بشرتنا الصبح اول ما نصحى ونغسله مره واحده بس بالليل، يبقى انت كده لو بشره دهنيه او مختلطه مرتين في اليوم، بشره جافه او عاديه هتغسلي بشرتك مره في اليوم، وده بيتوقف على احتياج بشرتك. مهما قلت لكم كتير على الانستجرام احنا بنفصل الروتين المناسب لبشرتنا ومناسب لاحتياجاتنا، مش بنقلد روتين حد مناسب ليه، وده اللي انا بحاول اعلمه لكم دايما. والله الناس اللي مش عامله لنا سبسكرايب يا جماعه للقناه، ومش عامله لنا فولو على الانستجرام والتيك توك، مش عامله فولو في بقيه السوشيال ميديا، حرفيا انتوا فايتكم كتير جدا. يعني طبعا زي ما متعودين دايما ان احنا ما بعد بنغسل وشنا بننشفه بالمناديل، مش بننشفه بالفوطه اللي في الحمام عشان ما يظهرلناش حبوب، وبننشف بشرتنا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، بطريقه الطبطبه. تاني خطوه على طول بعد الغسول المرطب بتاعنا، غسلنا بشرتنا مره هنستخدم المرطب مره، غسلنا بشرتنا مرتين هنستخدم المرطب مرتين، هنستخدم المرطب مرتين. اهم حاجه ان انتوا تختاروا المرطب المناسب لنوع بشرتكم، وده كنت منزلكم فيديو برضو في 30 نوع مرطب على حسب نوع بشرتك. جماعه لما بقول بشره دهنيه وبنسى اقول بشره مختلطه، فهي هما الاثنين بيتعاملوا نفس المعامله، هجيب نفس المنتجات للبشره الدهنيه هي نفس المنتجات بتاعت البشره المختلطه، ونفس الفكره لو قلت بشره عاديه او قلت بشره جافه، فهما الاثنين برضو بيتعاملوا بنفس المنتجات وبنفس الحاجات كلها وبالخطوات كلها كامله. في ناس بتحتاج ان هي ترطب بشرتها اكتر من مرتين في اليوم، لو انت حتى بشرتك دهنيه فانت لازم ترطبيها عشان تمنعي ان اصلا يظهر لك حبوب. المرطب بتاعي مناسب ان هو يتحط حوالين العين علشان هو ما فيهوش عطور، فحطيته حوالين عينيا عادي جدا، مش لازم ان انا اشتري كريم عين. يعني كريم العين خطوه مش اساسيه خالص، بيبقى في حاجات معينه كده لو لقيناها في المرطب بتاعنا ينفع ان احنا نستخدمه عادي حوالين العين. لو عايزين تعرفوا زي ايه قولوا لي في الكومنتات. شايفين دول ثلاث انواع مختلفه من السيرم، ده سيرم فيتامين سي، ده سيرم مستشفي مواد كتير بتساعد على تفتيح، وفي فيتامين سي ده سيرم اسمه كافيار وفي مواد كتير جدا برضو بتساعد على تفتيح البشره وتغذيه البشره. طب هل الثلاث انواع سيرم دول خطوه اساسيه في روتين البشره؟ ما مش خطوه اساسيه خالص، احنا بنستخدمهم لو بشرتنا فعلا محتاجاهم، بشرتنا في فتره عمريه معينه فمحتاجه مثلا انا استخدم فيتامين سي كمضاد للاكسده يحفز انتاج الكولاجين، بشرتنا مثلا عايزه ان هي تفتح فمحتاجه استخدم سيرمز يكون فيها مواد بتساعد على التفتيح، بشرتنا مثلا مجهده وما فيهاش نضاره فاستخدم سيرم يساعد على ان هو يزود النضاره. لكن لو انا بشرتي كويسه وما فيهاش كل المشاكل دي فهم مش خطوه اساسيه خالص. طب لو انا عايزه اجيب سيرم ادلع بشرتي هيكون انهي خطوه في الروتين؟ فاكرين خطوه المرطب، قبل ما احطها على بشرتي بحط السيرم الاول، يعني بغسل بشرتي وبحط السيروم وبعد كده بحط المرطب بتاعي. تالت خطوه بقى في الروتين وخطوه اساسيه ومهمه، وهي واقي الشمس. لو احنا نازلين الصبح طبعا بنحطه لا غنى عنه، والمقشر ده لو احنا بالليل عايزين نقشر بشرتنا، المقشر بيستخدم 3 مرات في الاسبوع فقط لا غير. بالنسبه بقى للمقشر يا جماعه، ففي انواع كتير جدا من المقشرات، انت بتختاري نوع المقشر المناسب لنوع بشرتك وحاله بشرتك. يعني مثلا بشره دهنيه بتكون محتاجه مقشر فيه ساليسيليك اسيد وهكذا. لو انتوا عايزين تعرفوا انواع المقشرات وانهي مقشر ينفعك وامتى تستخدمي المقشر، وهل انت ممكن ما تكونيش محتاجه مقشر، او ممكن ما تكونيش محتاجه مقشر لبشرتك عادي جدا، قولي في الكومنتات وبرضه اعمل لكم فيديو عنه. واقي الشمس بيستخدم كل مره احنا نازلين فيها الشارع في وقت من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 3 العصر، ده اكتر وقت المفروض نحط فيه واقي الشمس، لان الشمس فيه بتكون ذروتها شبه ما بيقولوا. ما نحطش واقي الشمس قبل ما بننزل بربع ساعه، وبنجدده طبعا كل ساعتين. طب هو انا لو ما نزلتش يبقى ايه هو الروتين بتاعي؟ هيبقى غسول ومرطب فقط لا غير. جماعه انا بعدي عليا ايام كتير جدا والله العظيم ما بستخدمش غير غسول ومرطب بس، حرفيا دول اكتر حاجتين بيحافظوا على بشرتي ان هي يكون شكلها حلو ونضر. عايزه افاجئكم ان احنا كده خلصنا روتين البشره، في شويه حاجات مش اساسيه احنا ممكن نحطها. هي حاجه بالنسبه لي بتكون شويه اساسيه ان انا احط ماسكاره الرموش علشان بس احافظ على رموشي، تمام؟ لاني بحط بس ماسكاره كتير مش اكتر، فبخاف بس ان الماسكاره تبوظ رموشي. بس كده يا جماعه احنا كده خلصنا الروتين الاساسي اللي انتم المفروض تعملوه خطوه بخطوه، والله العظيم مش مخبي عليكم اي حاجه، ودي معظم الحاجات والخطوات اللي انا بعملها في اوقات انا بكون فيها مش فاضيه، ورايا حاجات، تعبانه، بشرتي مجهده، يبقى غسول ومرطب ولو نازله واقي شمس وخلاص على كده. وبعض الاوقات ما بستخدمش مقشر لو انا شايفه ان بشرتي اصلا مجهده، علشان ما اخليش حاجز البشره بتاعي اصلا يتدمر. وتصبحوا على خير، لان انا فعلا محتاجه ان انا انام الساعه 5. باي باي.